شهدت كنائس محافظة الوادي الجديد إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات أمنية مكثفة. ترأس الأنبا أرسانيوس أسقف إبراشية كنائس الوادي الجديد وضواحيها صلاة قداس عيد الميلاد في كنيسة العذراء مريم بمدينة الخرجة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصرنا بخير، وتمنياتنا إن شاء الله سنة 2024 تبقى سنة خير على مصر وعلى ودينا وعلى كل العالم يا رب. وبهذه المناسبة أهنئ كل الشعب المسيحي في الوادي الجديد وكل أولادنا، ونتمنى لهم عيد ميلاد مجيد سعيد وسنة سعيدة، ونصلي من أجل أن يعم السلام في العالم. بنهنئ الشعب المصري بحلول عيد الميلاد المجيد بعيد سلام وعيد محبة ينعاد على كل الشعب المصري والوطن العربي بالخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والشعب المصري كله بخير. تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد قدمها للشعب المصري ومحافظتي وأبناء محافظتي الوادي الجديد، وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.